أنزل الله العديد من الكتب على أنبيائه ورسله، ومن تلك الكتب الزبور، فعلى من أنزل الزبور؟ هيا بنا مشاهدينا الأعزاء لنرى إجابات الجمهور. على أي نبي أنزل هذا كتاب الزبور؟ مثلاً القرآن أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الزبور على من أنزل؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبور على من أنزل؟ الزبور؟ كتاب الزبور. الزبور كتاب ولا إيش؟ كتاب من الكتب السماوية أنزل على أحد الأنبياء. من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن شريعة المحمدية. على من أنزل؟ على بني آدم الذي يصلي ويصوم. جيب لنا النبي اللي أنزل عليه كتاب الزبور. الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب على مسلم يصلي ويصوم ويعرف حلال الله وشريعة المحمدية الذي فيها الدين والإسلام. للأسف يا شيخ موسى ما استطعت أن تجاوب الإجابة الصحيحة، نعتذر منك ونذهب إلى متسابق آخر. العفو منك. العفو. حاول. أفتمنى بس أفتمنى. تعرف الأنبياء إبراهيم عيسى؟ إبراهيم وعيسى داود زكريا. منهم أنزل عليه كتاب الزبور؟ والله هذا ما فهم. واحد من هذا اللي ذكرتهم الآن، قول واحد منهم. زكريا. للأسف الإجابة غير صحيحة. على من أنزل الزبور؟ على داود. إجابة نهائية؟ الزبور أنزل على نهائي. نهائي؟ متأكد؟ متأكد. طبعا مشاهدينا الأعزاء حصلنا هنا إجابة صحيحة من الأخ إبراهيم عمر من منطقة مومي، فمبروك عليك الجائزة قيمتها 25,000 ريال يمني. الله يبارك إن شاء الله بجزاكم. طبعا الجائزة مقدمة من برنامج بين الناس الذي يبث على قناة المهرية في شهر رمضان المبارك. مبروك. شكرا جزيلا. شكرا. كتاب الزبور، على من أنزل كتاب الزبور؟ أنا عارف يا زكيك أعرف كنين دبلي هذا ربش. مثلا أنزل الله القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الزبور على من أنزله؟ على من؟ على من؟ داود. داود. داود نبي الله داود. فعلا أنزل الزبور على نبي الله داود، قال تعالى وآتينا داود زبورا. طبعا مشاهدين الأعزاء هنا في منطقة دليشة حصلنا على إجابة السؤال الديني، وهو نبي الله داود أنزل كتاب الزبور على نبي الله داود كما قال تعالى وآتينا داود زبورا. مبروك عليك خالتي، جائزة قيمتها 25,000 ريال مقدم من قناة المهرية في برنامج بين الناس. سعادتك. ألف مبروك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.